السلام عليكم، احنا طلاب طب سنة ثانية، اليوم عاملين برزنتيشن لمادة الإمبريولوجية. أنا أحمد هاشم، زميلي رائد مشعلي، عبد الله الهندي، أحمد أبو عيد، عبد القادر النعمع، وأمجد سمان. اليوم موضوعنا راح يكون عن الفيتال سيركيليشن. زي ما احنا شايفين، أول شيء بالنسبة للبروسيجر والمواد اللي استخدمناها، استخدمنا تيوبس. في عنا أول شيء التيوب بفرجينا الانفيريور فينا كافا. السلام عليكم ورحمة الله، احنا طلاب طب سنة ثانية، اليوم عاملين برزنتيشن لمادة الامبريولوجي. أنا محمد هاشم، زميلي رائد مشعلي، عبد الله الهندي، محمد أبو عيد، عبد القادر النعمع، وأمجد سمار. طيب نبلش بالنسبة لتجربة اسمها طبعا فيتال سيركيوليشن. بالنسبة للبروسيجر عندنا أول إشي استخدمنا تيوبس حتى تمثلنا البلود فيزلز المختلفة. عندنا أول إشي هون الانفيريور فينا كافا والسوبيريور فينا كافا اللي رايحين يفتحوا بالرايت اتريام. الانفيريور فينا كافا طبعا زي ما احنا بنعرف هو من الجنكشن ما بين البورتال فين والامبولايكال فين، والسوبيريور فينا كافا رايحه تجيب الدي اوكسجينيتد بلود من الديفرنت بارتس اوف ذا بودي، كلهم رايحين يفتحوا لنا بالرايت اتريام. زي ما احنا شايفين طبعا الدم بعدين من الرايت اتريام رايح ينزل للرايت فينتريكل من خلال الرايت اتريو فينتريكولار فالف او تريكسبيد فالف. كمان بنلاحظ الفورامن اوفالي اللي ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم، برضه مشان البلود تو باس من الرايت للليفت. وطبعا بعد هيك الدم راح ينزل من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل، وبعدين رايح زي ما احنا شايفين يطلع بالبلمونري ارتري وحيفتح في منطقه الدكتس ارتريوسس ويمشي في الارتش اوف اورتا. طبعا بالنسبه للمناطق اللي راح يصير فيها الميكسينج ما بين الاكسجينيت والدي اكسجينيت والبلاد، بنلاحظ هون في الرايت اتريوم من الدم اللي جاي من الانفيريور فينا كافا والسوبيريور فينا كافا راح يصير لهم ميكسينج هون شوي، وبرضه راح يصير ميكسينج لما البلمونري ارتري يفتح بالدكتس ارتريوسس. بس تكمله خفيفه للبروسيجر، رايحين نلاحظ انه الدم اللي جاي عندنا من الانفيريور فينا كافا اللي جاي من البلاسنت راح يكون لونه احمر، واللي جاي من السوبيريور فينا كافا من ديفرنت بارتس اوف ذا بودي راح يكون عندنا ازرق. ممكن تسال ليش انه البلمونري ارتري والارتش اورتا طلعناهم من اللور بارتس اوف ذا تشامبرز الرايت والليفت فنتريكلز، لانه بصراحه ما عندناش مضخه حتى نطلعهم من الابر بارتس عشان تساعدنا الجاذبيه انها تنزل لتحت. اوكي الحين شو ببلش البلاد، نلاحظ شويه الميكسينج اللي راح يصير بالرايت اتريوم بينزل على الرايت فنتريكل ورايح يروح على البلمونري ارتري، شويه ميكسينج صار هون وراح يرجع من الارش اوف اورتا زي ما احنا شايفين. وطبعا لما يصير الكومبليت فيلينج للرايت اتريوم والليفت اتريوم رايح من خلال الفورمين اوفالي يمشي الدم. طبعا هنا بيكمل زي ما احنا شايفين من البلمونري ارتري، وهنا في عندنا الدكتس ارتريوسس الميكسينج اللي اعماله بصير زي ما احنا شايفين. طبعا الانفيريور فينا كافا والسوبيريور فينا كافا. اوكي وفي النهايه راح نروح لديفرنت بارتس. Welcome to our next presentation. We will talk about the septation of the heart. This is a simple representation of the heart viewed from the right. The atrium, the ventricle, and the truncus arteriosus. The major septa of the heart are formed between 27 and 37 days of development. Although the heart septa grow simultaneously, we will consider them individually. The endocardial cushions. The anterior endocardial cushion and the posterior endocardial cushion are two tissue masses that extend from the anterior and posterior walls of the interventricular junction, dividing the atrioventricular canal.
The muscular interventricular septum grows from the interventricular ridge toward the base of the heart. The opening left superiorly is the interventricular foramen that will close later on by downward extension of the conal septum and the inferior endocardial cushion. At the same time, the septum primum extends from the roof of the common atrium to the endocardial cushions. The opening between its lower rim and the cushions is ostium primum. With further development, ostium primum will be closed. Before the closure is complete, cell death produces perforations on the upper portion of the septum. These perforations form ostium secundum, ensuring free blood flow from the right to the left primitive atrium. Later on, a new septum, septum secundum, will grow and overlap the ostium secundum. The opening left by the septum is called the oval foramen, through which the blood passes in one direction from the right to the left atrium. After birth, this foramen will be obliterated, separating the two atria. Thank you.